انتوا اكيد مستنيينها ونشوف راي نجمنا الكابتن رضا البلتاجي الخبير التحكيمي الكبير ورئيس لجنه الحكام الاسبق. كابتن رضا اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن هاني، اهلا مساء الفل، بحضرتك. ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا حبيبي. بخير الحمد لله. كابتن جهاد جريشه حكم دولي بيدير المباراه بعد رفض اداره او اسناد المباراه لحكام اجانب طبقا لطلب بيراميدز، كيف رايت اداء كابتن جهاد جريشه النهارده؟ كابتن هاني، انا شايف ان تعيين، انا لو رئيس لجنه الحكام احط هاني في مباراه الهانز. تحط مين؟ احط، انا قلت تحط جهاد، انا هاني، قلت مش هاني. مشكلة، مش مشكلة، قيم بقى أداء هاني في الماتش. لا ده انت رائع يا هاني، انت رائع في مجالك، واكيد كنت هتبقى حكم كويس. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، شرف لي. لكن جهاد انا شايف اللي هو الانسب لهذه المباراه. تمام. جهاد عنده من الخبرات تفوقني انا شخصيا، ولما احطه في الترتيب التحكيمي في تاريخ مصر اقول هو بعد جمال غندور على طول، تمام، جميل بما التعيين لديه ده. من مباريات ومشاركات افريقيه متعدده، واضافه لكاس العالم اولمبياد وكاس تمام. العالم للشباب، فعنده تاريخ كبير. جهاد نضج، استوى. تمام. اسناد المباراة ليه كان امرا جيدا، ماذا عن ادائه في المباراة؟ شوف يا كابتن، احنا تعودنا في حاله اخفاق الاهلي والزمالك ندور على اي حاجه. تمام. حقيقه احيانا الحكم يخطئ والكبيران يتخطوا يكسبوا، فتعدي الامور بهدوء. في حاله التعادل او الخساره بندور على اي حكم. تمام. لكن ده مش دورنا. يعني انا المفروض حضرتك انت في برنامج وانا هنا في مداخله حضرتك، تمام، بنتكلم عن حالات صح بنقولها وفقا لرؤيتنا واحنا قاعدين مظبوط قدام شاشه التلفزيون. مظبوط. قد تختلف رؤيتي عن رؤيته، يعني هو قد ياخد قرار في الملعب، لو انا واقف مكانه هاخد نفس القرار. لكن لما ارجع انا للشاشه المفروض انا اقول اللي انا شايفه، والرؤيه اللي عندي افضل، قد تكون افضل من عنده. مظبوط. فانا تحت امرك، وتتمنى يكون عندك حقوق لا البث والنقل. وما تسألنيش السؤال ده كل مداخلة عشان بتحرجني يا كابتن رضا. لا اشتري بقى يعني، طلع طلع الفلوس اللي معاك بقى واشتري. بهزر معاك، حقك طبعا، وانا كان نفسي، لكن خلينا في اللي متاح لينا دلوقتي، ويلا بينا مع بعض نبدأ لقطة لقطة. اللقطة الأولانية طبقا لاختيار زملائي، أي لقطة هتكون قدامنا هي اللي هنتكلم عنها. اللقطة بتاعت محمد شريف وأحمد سامي مدافع فريق بيراميدز، الكرة كانت شبه انفراد من ناحية اليمين، تدخل أحمد سامي على محمد شريف، ومش هقول أي وصف حضرتك اللي هتوصف اللقطة اللي شفتها على الهواء مباشرة. كابتن هاني، وفقا للصوره اللي قدامنا دي، انا لو مكان الحكم هاخد نفس القرار اللي هو خده. المكان ده صعب جدا 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 تمام تاخد قرار غير اللي خد الحكم. تمام. يعني عشان تشوف اللعبه دي بالشكل ده وتحكم عليه الحكم اللي انا هقوله دلوقتي حالا، لازم تبقى واقف ورا الجول. تمام. وتقف ورا الجول دي، ده استحاله حكم يكون ورا الجول. صح. في التوقيت ده وفي الوقت ده وفي الظروف دي لازم يكون جهاد في المكان ده. تمام. جهاد واقف مكان نموذجي، لكن المكان النموذجي ده ما ادلوش رؤيه صحيحه. تمام، جميل. انا شايف هنا في مخالفه تستوجب احتساب ركله جزاء. تمام. وبعذر الحكم تماما. لعبه من الالعاب الصعبه جدا جدا جدا. طيب ده في حالته، في وقفته، في مكانه ده، لكن عندنا فار. انا هرجع، انا هستكمل حضرتك. اتفضل. انا قلت لك يا هاني، انت لو كنت حكم كنت هتبقى حكم كبير. انت تنفع تبقى محاضر كويس. تمام، صح، ممكن. يعني بس انت مش حكم. وعلى فكره عايز اقول لك برضه، يعني استكمالا يعني الشيء بشيء يذكر، اللي على البر عوام مثلا بيقول كده. هو جهاد في مكان انا في رايي الشخصي نموذجي. تمام. ما يقدرش يبقى في حته ثانيه غير كده. تمام. لكن المكان النموذجي ده ما ادوش رؤيه افضل من اللي هو شافها. تمام. انا شايف هنا في ركله جزاء. هاجي سؤال حضرتك. هنا كان الواجب على الفار يتدخل، تدعي الحكم ياخد قرار ثاني اللي احنا شايفينه دلوقتي حالا. ان هي هو هنا ضربة جهاد جزاء. استحاله يعرف مين لعب الكوره، مهاجم ولا مدافع. استحاله في سرعتها في وضعها بلطشتها دي يقول ان الرجل قدم المدافع جت في قدم المهاجم ولا جت في الكوره. انا كنت اتمنى ان الفار يتدخل، استدعي الحكم، خد قرار، عيد الرؤيه، يشوف اللي احنا شايفينه ده كان خد قرار ثاني. اذا هنا في ركله جزاء للنادي الاهلي لم تعترف. تمام. والمسؤول عنها برقم واحد هو الفار. انا يعني القي باللوم على الفار. انا تمام. يعني كان واجب. وده يعني يمكن اتمنى في لقاء مع حضرتك في ضيافتك. تمام. انه يقول، لان انا شايفه يا كابتن هاني في عدد قليل من حكام الفار، ويمكن بعضهم خبراتهم يمكن قليله شويه. لكن الفار يعني انا شايف انها تقنيه علميه رائعه اضافت للتحكيم سواء المصري او العالمي، المفروض نستغلها احسن من كده.
تمام. انا بسلم تماما بحسن نوايا جهاد وحكام المصريين كلهم. ما احنا ما عندناش حكم يا كابتن هاني نقول عليه حكم فاسد او حكم مرتشي، الكلام ده مش موجود عندنا بالمره، خلاص وخد ده على مسؤوليتي. لكن انا بقول لك انا لو مكان جهاد يمكن 90% كنت خدت بقى القرار، لكن كنت على الاقل هتستنى الفار، والفار هو اللي المفروض هنا يساعدك. كنت اتمنى، انا كنت منتظر وانا بتابع المباراه ان الفار يستدعي جهاد، يا جهاد هنا شوف دي راجع هنا في ركله جزاء. تمام. طيب يبقى اذا استحق الاهلي ضرب الجزاء في هذه اللعبه ولكنها لم تحتسب بقرار من حكم المباراه ومع عدم اضافه من جانب الفار لحكم المباراه. اللقطه الثانيه في المباراه من اللقطات الجدليه هي كره عاليه في الدقيقه تقريبا قبل 10 دقائق من نهايه الوقت الاصلي من المباراه، وولتر بواليا بديل الاهلي على مستوى الهجوم، وشريف اكرامي حاول شريف اكرامي مسك الكره ثم سقطت منه الكره في اثناء تواجده هواء مع شريف اكرامي وولتر بواليا، وسجل وولتر بواليا بعدها، لكن قرار من الحكم باعتبار الكره فاول لحارس المرمى المتواجد داخل منطقه الست ياردات. كابتن رضا، هو انت ما طرحتش السؤال هاني، يعني انا بثق في ذكائك قوي. انت طرحت اجابه، طرحت اجابه والله ما اقصدش، بس لا 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 خليك طيب. تفهم خلاص. طب ماشي كابتن رضا، هعيد الكلمه تاني. لا كابتن لا رضا، اللقطه التي امامنا مشاهد صدى البلد، مشاهد ذكي، مشاهد صدى البلد ذكي وخد منك. تمام، انت فرضت عليا رايك. لا لا تاني، انا اسف ما اقصدش. خلاص كابتن هاني، كابتن رضا ايه رايك في اللقطه اللي قدامنا؟ يعني انت قلت رايك وانا وربنا سامحني وفقا لرؤيتي. انا متفق معاك في رايك. ايه هو رايي عشان ما سمعتوش؟ ما خلاص بقى، رايك اللي انت دلوقتي قلته وانت بتسال راح السؤال، ان الكره تفسيرك، يعني تفسيرك للعبه وانت بتتكلم، تفسيرك ان الكره دي هدف. تفسيري انت قلت في تلاحم وكره وقعت في ايد الحارس المرمى، ان الكره دي ايه وقعت، تفسيرك انت تلاحم. انا رؤيتي ايوه، وقد اكون انا خطا، ان ايه، ان المهاجم تلاحم. الكلام بتاع زمان يا كابتن هاني بتاع حارس المرمى وخط الستة وعنده حصانة، الحصانة دي في مجلس النواب، لكن مفيش حصانة خلاص، الكلام ده اتلغى. تمام، يبقى كده تفسيرك عشان عايزه بشكل واضح. ده تفسيرك انت يا هاني. لا والله ما كده، اعتقد ان عكس اللي انا توقعته. لا 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 لا، ايه هو قوله، انا عايز اسمعه. سؤالك كان اجابة، انا شايف ان هنا في تلاحم. تمام، والتلاحم ليس من الاخطاء العشرة اللي هي تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة. التلاحم إذن؟ غير الدفع، غير المسك، أيوة، غير العرقلة، التلاحم غير الوزن على الخصم. تمام، انا شايف ان الكره سقطت في ايد حارس المرمى، ايوه، والمهاجم احرز هدف. انا مش شايف انه مراحل. يبقى تفسيرك ان الكره دي هدف مستحق لولتر بواليا، وان قرار لا لا مش تفسير، لا اللي انت بتقوله دوت اسمه قرار مش تفسير. التفسير بتاعك يا كابتن هاني، انا هستبدل حارس المرمى ده بلعيب. تمام، بمدافع. تمام، لا اعتقد مش الوضع مختلف عن حارس المرمى عن المدافع، ولا لا؟ لا لا انا لا حارس المرمى هو حارس المرمى هو مدافع. ايوه، بس القانون بيقول ان حارس المرمى يعني مش حصانه قد ما هو اذا كانت في حوزته الكره، في يديه الكره، فهنا وحصل اللاعب على كره منه بشكل او باخر هيبقى ممكن تبقى فاول. فبالتالي هل اللقطه دي خاضعه للي انا بقوله ده، ولا دي لقطه ما فيهاش التحام وما فيهاش انه خدها من ايديه؟ كابتن انا شايف ان هنا في تلاحم طبيعي. تمام، وليس في دفع. يبقى قرارك انا شايف ان الكره دي هدف. الكره دي هدف مع الوضع في الاعتبار، ثقه تامه ايوه في كفاءة وأمان جهاد جريشة. يعني برضه مش كل حاجة بتتاخد بالنوايا، ثقتك. لا أنا أنت عارف يا هاني، اللعبة دي بترجعني لقرار أنا شخصيا خدته في مباراة للزمالك والمقاولين 2004 في السوبر، ولغيت هدف لنادي الزمالك قد يكون شبيه باللعبة دي. أنا لغيته نفسك، لكن نعم كابتن، قد أكون ساعتها غلطان، ساعتها نفس دي غلطتي معاه. ده السوبر الزمالك خسروا ساعتها. خسر نهائي السوبر قدام المقاولين، وكان المقاولين قاعد يسرقوا. مش لازم تفكر التاني. الناس بقى هيزعلوا منك بعد 16 سنة. أنا لا، الناس ما تنساش لغاية دلوقتي، ده احنا مش ناسيين البلاكي بتاع الديبة اللي اتحسب من سنة 70. صح. بقى له 51 سنة. مظبوط، إذا رأيك إن الكرة دي كانت المفروض تحتسب التحام عادي ويكملها بواليا في الهدف فتحتسب هدفا. قد أكون أنا مخطئ يا كابتن. قد تكون قد أكون قد صح. تمام. لكن رؤيتي أنا شخصيا أنا هنا شايف تلاحم. لا يرقى للمخالفة. تمام، وأنا تأكيدا مرة أخرى، جهاد واحد من أفضل حكام الكرة في القارة وليس في مصر فقط، في مصر فقط. تمام، جهاد عمل ماتش كويس. طب نروح للقطة الأخيرة. نعم فهمت؟ لقطة أخيرة اتفضل. شفتوا لقطة مهاجم الفريق بيراميدز إيريك تراوري ومدافع الأهلي أيمن أشرف داخل منطقة جزاء الأهلي، اللي يعني اعتبر فيها انه ايمن اشرف جاي من ظهره فسقط فحاول كلمني الاعداد فيها للاسف، قلت لهم طلبت صوره طالما احنا ما عندناش فيديو حتى يصير صوره، حتى الصوره لم تكن متواجده، لكن انا شايف القرار اللي جهاد كان صحيح في هذه اللعبه.
تمام كابتن رضا، انا بشكرك جدا على وجودك معايا. وانا سعيد.